ما تاكلوا. الاكل مش عاجبكم برضو؟ طب لعلمكوا بقى مش انا اللي عاملاه، مي هي اللي عاملاه. ليه؟ هو في حد ليه نفس ياكل؟ احنا ما فيش حد فينا نام من امبارح. كل ما افتكر ان مختار محبوس وبعيد عننا بصحى من النوم مخضوضه. بصوا يا حبايبي، انتوا مش عايزين لما بابي يطلع يلاقيكوا كويسين؟ ممكن عشان خاطري تاكلوا؟ وهيخرج امتى؟ قريب ان شاء الله. ايوه يعني قريب امتى؟ يا حبيبي ما هو احنا ما نعرفش، بس ان شاء الله هيخرج قريب. حتى انت كمان يا مروان مش عارف؟ لا ما اعرفش. يلا نروح المدرسة. طب مش هنروح نزور مختار؟ معلش يا حب، قريب. والبي هيروح الجامعة؟ يلا. أنا وعدتكم إن أنا هشتغل على القضية دي لحد ما بابي يخرج إن شاء الله. طب عايزاني أقعد معاكي أساعدك في أي حاجة؟ لا يا حبيبتي، روحي المدرسة. يلا مروان، أنا لسه ما خلصتش أكل. يلا